والآن ننتقل معكم لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. ومحمد عبدالله، أهلا بك محمد. شكرا لك سحر، وشكرا لك ليلى، وتتابعونا معي مجموعة من الأخبار الاقتصادية محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع على الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها القناة لحركة التجارة العالمية، ما جعلها محور اهتمام الرئيس السيسي وقبلة المشروعات التنموية الكبرى. وخلال استقباله وفود منحة ناصر للقيادة الدولية النسخة الرابعة، قدم الفريق ربيع عرضا تضمن التعريف بنظام الملاحة بقناة السويس وإلقاء الضوء على المزايا الملاحية التي حققها مشروع قناة السويس الجديدة، وأبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي ورفع قدرة القناة على مواجهة حالات الطوارئ المحتملة. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تباين أداء مؤشراتها، ووسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 14 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 1.168 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 92% بالمئة ليبلغ مستوى 17,866 نقطة، بينما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.31% ليبلغ مستوى 3,531 نقطة. وشملت الانخفاضات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا، والذي تراجع بنحو 63% ليبلغ مستوى 5244 نقطة. في أسواق البترول العالمية، شهدت أسعار النفط ارتفاعا بشكل طفيف بعد التراجع الملحوظ الذي شهدته الأسعار خلال تعاملات أمس، بالتزامن مع ترقب المستثمرين لقرارات لجنة السياسة النقدية داخل مجلس الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة. هذا وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2% لتسجل 73 دولارا و84 سنتا للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.1% ليسجل 67 دولارا و62 سنتا للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.25% لتصل إلى $2.32 سنتا لكل لتر. وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 98% لتسجل $2.22 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 دون تغيير يذكر للشهر الرابع، لكنها حذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه خموضا متزايدا مع تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام. وأكدت أوبك في تقريرها الشهري أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.35 مليون برميل يوميا أو 2.4% في 2023، ولم يتغير هذا فعليا في عن 2.33 مليون برميل يوميا في توقعات الشهر الماضي. دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تونس إلى التواصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ اقتصادي. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه يود أن تقدم تونس خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد، مضيفا أنه من الواضح أن تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة. وتناهز ديون تونس نحو 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهي تخوض منذ ما يقرب من عامين مفاوضات صعبة بشأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي. أكد وزير النفط الباكستاني مصدق مالك أن إسلام أباد دفعت مقابل أول واردات حكومية من النظام أو من النفط الخام الروسي مخفض السعر بالعملة الصينية، في تحول كبير في سياساتها للمدفوعات الخارجية التي يهيمن عليها الدولار.
ويوفر النفط الذي تحصل عليه باكستان بسعر مخفض متنفسا لها في وقت تكابد فيه أزمة اقتصادية ومشكلة حادة في ميزان المدفوعات، ما قد يجبرها على التخلف عن سداد ديونها الخارجية. نهاية أخبار اقتصاد من جديد، أعود إلى سحر وليلى. شكرا لك محمد.